دانيال مدير المركز الكاثوليك المصري للسينما. يعني أنا كل ما بشوف أو أدعى لأي حدث يخص مصر بابا سعيد جدا، لأن بشعر أن المصريين بالفعل بيحبوا بلدهم. مصر مش هتقدر تقوم بالفعل وتبقى واقفة واقفة جميلة جدا وتتقدم زي ما كنا بنعدي بسنين اللي حكونا سنين جميلة جدا عن مصر والأخرى إلا بأبنائها. لو اعتمدنا على التبرع من برة، اعتمدنا على أي حاجة خارجية مش هتفيدنا قوي. والنهاردة اللي هيحدث من أهالي بيعلموا أولادهم يتبرعوا إزاي لصندوق تحيا مصر، ده حلو جدا، لأن كده هنبص نلاقي كل أولاد مصر، وده يشرفنا في مع المدارس، هتلاقي كله عاوز يتبرع لوحدهم. الأولاد لما يشوفوا حد بيعمل حاجة حلوة كلهم عاوزين يعملوا كده، غير لما احنا بنقول لهم بكلام احنا عملنا كذا، ما تفرقش معاهم لا مبالاة. الأجمل لما هم بنفسهم بيتبرعوا، بيشعر بالفعل بتعبوا قد ايه من أجل مصر. انا بقول لهم كتير مننا بيصرفوا فلوس ملاش اي لازمه، ولو فكر فيه يعني لو حرم نفسه منها مش هتاثر كتير على نفسه، لكن هتفرق قوي في عطائنا لمصر، لان اللي بيديه هو قرش مع قرش هيقدر نعمل منه ملايين، نعمل منه مليارات، نقدر نحافظ على مصر ونقدر نخلي مصر افضل بكتير. واحنا لاحظنا في اليومين اللي فاتوا الحمد لله بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب والقيادات قدروا ازاي وسط البلد بقى حاجه جميله جدا. رجعنا لايام مصر جميله، لان سنه 35 مصر اخذت القاهره بالمعنى اصح، اخذت افضل وانظف مدينه في العالم. معقولة؟ طب ليه ما نرجعش كده؟ يعني دلوقتي المفروض لو غير كده واحنا بنهين نفسنا، معناها العيب فينا احنا بقى مش عيب في اي حاجة تانية.